جملة من الاعتمادات لقرارات هادفة تصب في خدمة المواطن في كل ما يخص الشأن البلدي، فبعد مناقشات عديدة لقرار تعديل لائحة مظلات مواقف السيارات، اعتمدت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي إلغاء الرسوم المالية في لائحة مظلات مواقف المركبات. طلبنا في اللجنة بموافقة الأعضاء جميعا بأن نلقي التأمين 30 دينار إلقائه، وأن تكون المظلة داخل حدود البيت أو خارج حدود البيت مجانية بالكامل بدون رسوم. كان هناك طلب من وزارة الصحة بإعادة تخصيص الأراضي الحكومية التي قد خصت مسبقا لها، فحيلة الجهاز التنفيذي لوضع الدراسة النهائية لهذه المشاريع لإقرار هذه المستشفيات إذا كانت هل هناك إلزامية أو جدوى من وجود هذه المستشفيات. هذا وقد تم مناقشة بروتوكول التعاون ما بين وزارة المالية والمجلس البلدي إلى جانب مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات، كما تمت الموافقة بالإجماع على مقترح الدكتور حسن كمال بإعفاء المحلات من الرسوم المالية لترخيص إشغالات الطرق خلال فترة جائحة كورونا. لاحظنا خلال الفترة السابقة يعني لمدة سنة تقريبا أغلب المحلات يعني كانت مغلقة، وكانت أنشطتها عبارة عن أنشطة التوصيل، فالمساحات الخارجية التي تم تحديدها بالسابق ويعني ودفع رسومها لم يتم استغلالها بالكامل. ولاحظنا أيضا بأن أغلب الشباب أغلب أصحاب المحلات تضرروا بشكل كبير في هذا الجانب، فنوع من المساهمة في دعم أصحاب المشاريع والشباب وأصحاب المحلات وخاصة المطاعم وغيرها، لأن مثل ما قلنا الكراسي والطاولات لم تستغل، بأن يتم إعفائهم من الرسوم لمدة سنة تقريبا. مواضيع عديدة كانت على طاولة اللجنة القانونية والمالية بالمجلس البلدي، شملت أيضا مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الأسواق العامة وتهيئة البيئة المناسبة لدفع عجلة المشاريع التنموية في البلاد. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.